أهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس Control Systems Engineering، هندسة نظم التحكم. وفي حلقة النهاردة هنكمل الحلقة اللي فاتت الخاصة باللينير ميكانيكال سيستم، وهنكمل أمثلة على Two Equations of Motion، معناها إن أنا عندي معادلتين أو إزاحتين أو Two Degrees of Freedom. عندنا مثال بسيط، عندي الكتلة الأولى وعندي كتلة تانية، الاتنين متوصلين عن طريق سبرينج ودمبر. الكتلتين بيتحركوا على سطح، السطح ده فريكشنليس بمعنى ان هو سطح املس، بمعنى انه ما فيش احتكاك بين الكتلة والسطح والكتلة اللي هنا والسطح، وبالتالي الفريكشن مش هيتاخد في المعادلة خالص لان هو فريكشنليس. لكن اذا وجد فريكشن عندي بيتعامل معاملة الدمبر، لكنه في دمبر بين الكتلة والسطح. هنشوف هنا على الرسم مديني الكتلة بتتحرك ازاحة اكس واحد، ومعي كمان الكتلة هنا بتتحرك ازاحة اكس اتنين، وعندي قوة بتأثر عن الكتلة الاولى. هل يا ترى في الرسم فعلا في ازاحتين فقط ولا لا؟ تعال نشوف مع بعض. اول حاجة اسأل نفسي، هل في النظام في كم كتلة؟ في كتلتين، يبقى نطبق القواعد اللي شرحناها في الفيديو اللي فات. عندي كتلتين، يبقى اقل عدد من الازاحات هم اتنين، قد يكون اتنين تلاتة اربعة، لكن مستحيل يبقوا واحد، مستحيل لان عندي كتلتين. نبدأ مع بعض، يبقى انا هفترض الازاحات اللي الدهاني مش موجودة. نبدأ من على الشمال، عندي القوة اهي، يبقى عند نقطة تأثير القوة في ازاحة، ونقطة تأثير القوة هي مباشرة قبل الكتلة الاولى، فالازاحة قبل الكتلة الاولى بتساوي الازاحة بعدها مباشرة، هتبقى هنا اكس واحد اكس واحد، لان مهما عدد البرانشات اللي كانوا بعد الكتلة توازي مهما كان عددهم، فبالتالي الازاحة بتبقى واحدة اسمها اكس واحد. ليه؟ لان الازاحة قبل الكتلة بتساوي الازاحة بعدها، وبعدها النقطة دي هي النقطة دي، فبالتالي الازاحة هنا اكس واحد تبقى هنا اكس واحد. قلنا بعد تساوي بعد، قبل تساوي بعد تساوي نفس الازاحة بتاعت الكتلة اكس واحد. تعال نمشي على البرانش الاول، عندنا هنا هنعدد السبرينج، هيبقى هنا نقطة مختلفة، والازاحة قبل السبرينج اللي هتساوي بعدها يبقى مباشرة هتبقى في ازاحة اكس اتنين طبقا للقواعد اللي اتشرحت في الفيديو السابق. هنروح للكتلة، الكتلة دي الازاحة قبلها تساوي بعدها، يبقى بعد الكتلة مباشرة في ازاحة اكس اتنين، هي نفسها ازاحة الكتلة، يبقى الازاحة الخاصة بالكتلة التانية قبلها بتساوي بعدها تساوي ازاحة الكتلة. انا خلصت كله ما عدا الدمبر، نروح للدمبر، عندي النقطة اللي قبل اكس واحد، يبقى النقطة اللي بعد هتروح تقول لي افرض اكس جديده تبقى اكس 3، هقول لك استنى، اسال نفسك هل بعد الدمبر في كتله؟ اه. طب هل ليها ازاحه قبل كده ولا لا؟ اه ليها ازاحه اسمها اكس 2، يبقى الازاحه بتاعت الكتله هي نفس الازاحه اللي قبل الكتله، يبقى النقطه دي مباشره لازم تبقى اكس 2، يبقى ما ينفعش تبقى اكس 3. هنلاحظ من على الرسم بعد ما خلصنا الازاحات كلها ان عدد الكتل 2 اداني ازاحتين، يبقى فعلا عدد الكتل بيساوي اقل عدد من الازاحات هو 2، يبقى صح. وزي ما قلنا ان الازاحه قبل اي كتله بتساوي بعدها تساوي ازاحه الكتله، الازاحه قبل السبرينج لا تساوي بعد السبرينج، قبل الدمبر لا تساوي بعد الدمبر، نقطه تاثير القوه عندها ازاحه. في حته مهمه لازم تاخد بالك منها هنا، اتجاه تاثير القوه، القوه هنا مأثره ناحيه اليمين، يبقى لازم الازاحات اللي تفرضها على الرسم لازم يبقى اتجاهها ناحيه اليمين، اتجاهها لازم يبقى في اتجاه القوه، ما ينفعش ترسم اتجاه الازاحه عكس اتجاه القوه، يبقى رسمك غلط. بعد ما انا عملت مخطط الازاحات على الرسم، هو اصلا كان طالب في السؤال اكس 2 على اف، اللي هي ترانسفير فانكشن خاصه باكس 2 على اف، معروف الاف هو الانبوت لان القوه، اكس 2 ده خارج اللي هو الازاحه ديسبليسمنت عندي. تعال نكتب المعادلات زي ما اتعلمنا، هنروح نكتب معادلتنا، المعادلات اكس 1 واكس 2، هروح اكتب اكس 1 كابيتال واكس 2 كابيتال، المعادله الاولى ودي المعادله الثانيه بنفس الترتيب، وهبتدي اسال اكس 1 في معادله اكس 1 احط قوس بالموجب، مباشره اجي هنا اكس 2 في معادله اكس 2 يبقى احط قوس موجب، يبقى القطر دايما بيبقوا الاقواس بتاعته موجب، اي حاجه بعد كده بحط الاقواس سالب. نبدا، يبقى انا هسال على اكس 1 في معادله اكس 1، يبقى اللي هيتحط جوه القوس الامبيدنس اللي بتتاثر باكس 1. بص على الرسم، مين اللي بيتاثر باكس 1؟ اول حاجه عينك تيجي عليها الكتله، يبقى 1 اضربها في مين؟ في اس تربيع ما تنساش، يبقى واحد اس تربيع واحط واحد في دايره. نروح بعد كده مين بيتاثر باكس واحد؟ اه ده الدمبر، يبقى الدمبر هنا الثابت بتاع واحد بيتضرب في مين؟ الثابت بيتضرب في اس، يبقى احط واحد اس، وما انساش احط في واحد في دايره كده عليه. نروح بعد كده للسبرنج، السبرنج عندي الثابت بتاعها واحد، بيتحط على طول؟ اه بيتحط على طول مش بيتضرب في حاجه، يبقى اجي في القوس هنا احط واحد، واجي على الرسم احط واحد في دايره. ما اتحركش من المعادله دي، اسال نفسي هل في قوه بتاثر عند اكس واحد؟ بص على الرسم، اه في قوه اهي، القوة دي بتأثر عند الإزاحة اللي اسمها إكس واحد في المنطقة دي، يبقى الإف هنا مباشرة
احطها اف كابت، هسال اكس 2 في معادله اكس 2، يبقى الامبيدنس اللي بتتاثر باكس 2 فقط، مين اللي بتتاثر باكس 2؟ بص على الرسمه تلقى الكتله عندك بتتاثر باكس 2، يبقى الثابت 1 في اس تربيع، يبقى 1 اس تربيع، احط 2 في دايره لان انا بتكلم على اكس 2. ايه تاني بيتاثر باكس 2؟ خلي بالك من النقطه دي، اكس 2 يبقى الدمبر معايا، الدمبر قيمته 1 اضربها في اس، هيبقى 1 اس، وما انساش احط 2 في دايره عليه. اجي السبرنج هنا برضو بيتاثر باكس 2، الثابت بتاعه بيتحط مباشرة لأن هو K بيتحط هنا. أجي أسأل نفسي مباشرة هنا، هل في قوة بتأثر عندي إكس 2؟ لا مفيش قوة، يبقى زيرو. وزي ما قلنا قبل كده المعادلات ناحية اليمين الـ F بتتحط في معادلة واحدة والباقي بيبقى زيروس. الكلام ده ينطبق فقط على الكورس الخاص بكم، لكن أي معادلات تانية في أي فرقة تانية ممكن تبقى أكتر من F، مفيش مشكلة. نيجي بعد كده هنا بسأل على اكس 2 في معادلة اكس 1، يبقى احط المشترك بين اكس 1 واكس 2. بص على الرسم، مين المشترك بين اكس 1 واكس 2؟ مين الكومبوننت اللي موجود على الرسم؟ في دايرة 1 ودايرة 2 موجودين عليها. أول حاجة موجود عندي الدمبر والسبرينج، يبقى الدمبر 1 اس والسبرينج الثابت 1 مباشرة. يبقى هنا جوه القوس مباشرة أحط إيه؟ أحط اس زائد 1، ثابت الدمبر 1 في اس زائد ثابت السبرينج. خلي بالك إن أنا الاتنين بيتجمعوا وبيتحطوا داخل القوس، والقوس اصلا مضروب في سالب من اول قبل كده من الخطوات اللي انا قلتها قبل كده. عدم الاهتمام بالاقواس هيوقعك في مشكله، لان السالب هتيجي تحط الاب ضرب في اس والواحد ما اتضربش في السالب، وده غلط. لازم احط سالب قوس، ده في الاول الخطوات. القوس اللي هنا بيجي هنا مباشره، مش محتاج ابص على الرسم. يبقى انا اروح كده حصلت على المعادلات، المعادلات عندي بالشكل ده. هو عايز مين؟ عايز ترانسفير فانكشن، عايز اكس 2. يبقى مباشرة العناصر اللي هنا دي هي المحددة، واجي انسخ المحددة في البسط، بقت عندي نفس المحددة، بتكلم على اكس 2 اللي انا عايزها، يبقى اشيل العمود الثاني واحط بيه العناصر اللي موجودة ناحية اليمين، يبقى العمود الثاني احط فيه العناصر اللي موجودة في الناحية اليمين بعد اللي يساوي، افك المحددة عادي زي ما احنا اتعلمنا، تعال نفك مع بعض كده، هتضرب ده في زيرو بقي زيرو، ناقص بتاعت القانون ده في ده. يبقى اف في سالب القوس اللي هنا والسالب اللي بره دي خاصه بالقانون، نضرب ده في ده هتبقى نفس الحد ده هو ده، ده صدفه بحته ملهاش علاقه، يبقى ده مش لازم يساوي ده، ده صدفه مش اكتر، هيبقى نفس العنصر هنا متربع ناقص، هضرب ده في ده هيبقى موجب اس زائد 1 تربيع، الناقص دي خاصه بالقانون، تمام؟ هنخلص البسط هتلقى زيرو في ده طار، هيبقى الاف في السالب مضروب في سالب بره هتبقى موجب، يبقى البسط عندي بيه بالموجب. هنبص هنلقى العنصر ده متربع ناقص العنصر ده متربع، يبقى ده فرق بين مربعين، فرق لو كانت دي زائد ما ينفعش يبقى فرق، هتحلها عادي او تحللها عادي، لكن عشان هي فرق بين مربعين احلها بسهوله ازاي؟ بفتح قوسين كبار، العنصر الاول متربع، يبقى اخد العنصر الاول مضروب في العنصر الاول، اجي العنصر الثاني متربع، يبقى اخد العنصر الثاني والعنصر الثاني، احط مره موجب ومره سالب، كده انا عملت فين فرق بين مربعين، اكن ده كله اكس وده كله واي، يبقى اكس تربيع ناقص واي تربيع، وحللتها عادي. لما اجي اتخلص من القوس ده هتلاقي اس زائد 1 مضروبه في سالب، واس زائد 1 بالموجب، هتلاقي الجزء ده طار مع ده، يفضل لك ايه هنا؟ اس تربيع. هتخلص دي عادي هتلاقيها اس تربيع زائد 2 اس زائد 2، اهي شفت حلتها بسرعه ازاي؟ هتلقى البسط عندك ينزل زي ما هو، دايما هتلقى الاف مضروبه زي ما قلنا وليست مجموعه، هتلقى دايما هنا طالع بالموجب. يبقى دي اكس 2، انا عايز ترانسفير فانكشن، يبقى اكس 2 هروح ساحب اف في المقام، تبقى عندي ترانسفير فانكشن اللي هو عايزها البسط على المقام. دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه اللي اتعلمناها براحتك، انا بشرح لك الطريقتين ودول خلاصه خبرتي، حل بالطريقه اللي تعجبك. هنا هو مش مديني رموز على الرسم، مديك ايه؟ قيم. فانا احط الرموز من عندي، يبقى انا هفرض الرموز من عندي، اقول له انا الكتله دي هفرضها ام 1، الكتله دي ام 2، الدمبر الثابت بتاعه اف في، السبرنج الثابت كي، واعتبر القيم مش موجوده او انا مش شايفها استثنائي لغايه ما اخلص المساله. هنروح نحط معادلاتنا عادي اكس 1 واكس 2، ادي المتغيرين وادي المتغيرين التانيين في المعادله الثانيه، ابتدي هنا اقول اكس 1 معادله اكس 1 قوس موجب، اكس 2 في معادله اكس 2 قوس موجب، باقي الاقواس بتبقى سالب. اروح ابتدي اسال مين اللي بيتاثر باكس 1؟ بص على الرسم، اللي بيتاثر باكس 1 يبقى الكتله، يبقى ام 1 اس تربيع، هيتاثر عندي الدمبر يبقى اف في اس والسبرنج كي، يبقى احط المعادله دي كلها مره واحده هنا، يبقى زي ما انتم شايفين دي الامبيدنس اللي هتتاثر باكس 1 كلها. هل في قوه عند اكس 1 هنا؟ في اف، يبقى ناحيه اليمين هنا مباشره احط مين؟ اف كابيتال اوف اس. نروح بعد كده اكس 2 في معادله اكس 2، يبقى هنا الامبيدنس اللي بتتاثر باكس 2، بص على الرسم مين بيتاثر باكس 2؟ الكتله، يبقى ام 2 اس ومعايا كمان الدمبر،
الدمبل اف بي اس ومعايا كمان السبرنج كي، يبقى اجمع الثلاثه واحطهم في المعادله هنا لان الثلاثه بيتاثروا باكس 2. مهمه الرسمه انتهت هنا خلاص. اجي هنا اقول اكس، سوري نسيت القوه، عند اكس 2 هنا هل في قوه في اكس 2؟ لا بزيرو، وزي ما قلنا طول ما انت حطيت اف في اول معادله يبقى المعادله الثانيه اوتوماتيك بزيرو. اجي هنا في اكس 2 في معادله اكس 1 عايز المشترك بين اكس 1 واكس 2، ما ابصش على الرسمه، ابص على مين؟ على المعادلتين اللي عندي هنا. مش ده كله مشترك في اكس 1 وده مشترك في اكس 2، مين المشترك بين الاثنين؟ مين المقرر داخل القوسين؟ هبص هنا هتلاقي ام 1 ام 2، لا ده مش مكرر. طب اف في؟ اف في اه مكرر، يبقى الاف في والكي هتلاقيها مكرره، يبقى اف في اس والكي مكرره، يبقى الترمين دول مكررين. اجي حاططهم زي ما هم هنا واجي حاططهم هنا برضو بيدي المعادلات، اشيل الرموز دي واحط القيم اللي كانت موجوده على الرسم، تمام؟ يبقى المفروض انا اخد المتغيرات دي اللي انا فرضتها هنا، الرموز دي احطها على الشمال واروح احط القيم من على الرسم كانت كام، لما اخلص المعادلات بالشكل ده اروح اعوض بالام والاف والكي بالقيم اللي انا حاططها هنا، تمام؟ وبعد ما انا اعوض هيطلع لي المعادلتين بالشكل ده، هيطلع نفس المعادلتين اللي انا حليتهم بالطريقه الاولى، هتستخدم نفس طريقه المحددات مفيش اختلاف. نروح للمثال اللي بعده، زي ما انت شايف كده فارض لي ازاحتين اكس 1 واكس 2 على الرسمه مفيش غيرهم، وعايز ترانسفير فانكشن اكس 1 على اف. تعال نشوف الرسم عندنا، الرسم بيقول لك عندك ايه؟ عندك كتله وعندك كتل، يبقى عندي كام ازاحه؟ يبقى عندي اقل عدد من الازاحات 2، قد يكون 2 3 ايا كان العدد، هو على الرسم فارض لك 2، ممكن يكون في واحده ثالثه هو مش فارضها. تعال نعمل تشيك على شغله هو، بس قبل ما نعمل تشيك بص كده في حاجه مهمه، هنا بيقول لك الكتله دي بتتحرك على السطح، في فريكشن بين الكتله اللي هنا مع السطح، الفريكشن ده اسمه اف في 1، هو مش دمبر بس الفريكشن بيعامله معامله دمبر، تمام؟ يبقى الفريكشن بين الكتله والسطح بيتعامل معامله دمبر، او فريكشن بين كتله وكتل، قد يكون الفريكشن ده بين كتلتين بيتحركوا فطبيعي هيبقى يتعامل معامله دمبر برضه. الكتله الثانيه هيبقى في احتكاك بينها وبين السطح فليها فريكشن، هيسميه اف في 3 قيمته 2، القيمه اللي هنا غير القيمه اللي هنا، ايه السبب؟ لاني على الرغم ان السطح ثابت او السطح ما اتغيرش هو نفس السطح، لان الفريكشن اللي بين السطح والكتله بيعتمد على الملمس بتاع السطح، بيعتمد على الملمس بتاع الكتله نفسه او بيعتمد على وزنها، فبالتالي الكتله اللي هنا غير الكتله اللي هنا، فطبيعي الفريكشن يبقى مختلف رغم تساوي السطح. ممكن يبقى الاثنين هيبقوا متساويين مفيش مشكله، مفيش مشكلة. هنبتدي هنا هنبص هنلقى القوة بتأثر عند ام 2 بس، نبتدي نحل زي ما احنا اتعلمنا، هفترض الإزاحات مش موجودة، نبدأ من الشمال عندنا، هنا السبرنج متثبت في الحائل يبقى الإزاحة بزيرو، هعدي السبرنج يبقى لازم الإزاحة تتغير تبقى اكس 1، هيقابلني كتلة يبقى الإزاحة بعد الكتلة مباشرة بتساوي قبلها، مهما عدد البرانشات التوازي يبقى الإزاحة ثابتة هنا بعد الكتلة، هي نفس إزاحة الكتلة، هعدي السبرنج اللي هنا. لما عندي سبرنج يبقى تبقى ازاحه جديده اسمها اكس 2، هنقابل كتله يبقى الازاحه بعد الكتله بتساوي قبلها بتساوي نفس ازاحه الكتله. طيب واحده بعد كده خلصنا كله، نرجع تاني للدمبر، النقطه دي اكس 1 فاضل النقطه دي، النقطه دي قبل ما احط عليها ازاحات اسال نفسي هل في بعدها كتله؟ اه في بعدها كتله. طب ليها ازاحه قبل كده؟ اه اكس 2، يبقى مباشره هنا احط مين؟ اكس 2، او افكر بتفكير مختلف تاني، مش دي كتله؟ مش الازاحه قبل بتساوي بعد؟ اه الازاحه بعد 2 اكس 2، يبقى الازاحه قبل اكس 2 مهما كانت عدد البرانشات توازي، يعني لو حط كمان دمبر ودمبر يبقى كل النقاط اللي هنا دي هتتحرك اكس 2 برضه، لان الازاحات قبل الكتله بتساوي بعد. النقطه اللي بعد كده اتجاه القوه ناحيه اليمين، يبقى لازم فرضك لاتجاه الازاحه يبقى ناحيه اليمين في نفس اتجاه القوه. لو انت عملت تشيك على الرسم هتلقى كل القواعد اللي انا قلتها في الفيديو السابق هتلاقيها موجوده على الرسم. نبتدي نحل، عندي معادلتين يبقى هقول سهمين اكس 1 واكس 2، عندي متغيرين اكس 1 كابيتال واكس 2 كابيتال في معادلتي، ابتدي اتكلم اقول اكس 1 في معادله اكس 1 القوس موجب، اكس 2 في معادله اكس 2 القوس موجب، الباقي بيبقى سالب دايما، هبتدي اقول اكس 1 في معادله اكس 1، يبقى هنا هحط داخل القوس الامبيدنس اللي بتتاثر باكس 1. تعال نبص على الرسم، اول حاجه هبدا بالكتله، يبقى الكتله عندي بتتاثر باكس 1، يبقى 1 اس تربيع، تمام؟ اهي واحط 1 في ده. مين بيتأثر بإكس 1؟ بص على الرسمة هتلاقى الدمبر اللي هنا بيتأثر بإكس 1، يبقى هيبقى كام؟ 3 إس، لأن الدمبر بيتضرب في إس، يبقى 3 إس. مين تاني بيتأثر عندي بإكس 1؟ تمام؟ ركز معايا هنا، في فريكشن بين الكتلة والسطح، فريكشن بين الكتلة والسطح، قيمته 3 نيوتن في ثانية على متر، يبقى دي وحدة الدمبر، يبقى يتعامل معاملة الدمبر، يبقى 3 تتضرب في إس، تمام؟ الكتلة دي مع السطح ده يبقى ما فيش غير اكس 1 بس اللي هتتأثر بمين؟ بالفريكشن ده،
طيب مين معايا التاني هنا؟ سبرينج اللي هو قيمته كام؟ 4، وسبرينج هنا قيمته 5. يبقى عندي سبرينج قيمته 4، يبقى اهو احط عليه 1 في دايره. اي عنصر بكتبه في معادله اكس 1 اللي هو الجزء الخاص باكس 1 دي، يبقى احط 1 في دايره. ومعايا كمان سبرينج هنا قيمته 5، واحط 1 في دايره. في اي حاجه تاني بتتاثر باكس 1؟ لا، مش مفيش حد تاني على الرسم. نروح للقوه، هل في اي قوه في المنطقه دي؟ يبقى اجي ناحيه اليمين هنا، او للقوه اللي بتتاثر، او القوه اللي بتاثر عند اكس 1. هل في قوه بتاثر عند اكس 1؟ لا طبعا، قيمتها زيرو. هروح اقول اكس 2 في معادله اكس 2، يبقى الامبيدنس اللي هتتاثر باكس 2، مين الموجود على الرسم بيتاثر باكس 2؟ اول حاجه الكتله، قيمتها كام؟ 2، يبقى 2 اس تربيع، ما تنساش، واحط 2 في دايره. ايه عندي كمان؟ عندي الدمبر اللي هو ده 3، يبقى الدمبر ده هنا بيتاثر باكس 2، يبقى قيمته 3 اس، واحط هنا 3 اس. ايه تاني عندي؟ ده انا عندي فريكشن. بص كده هتلقى في فريكشن بين الكتله دي والسطح، قيمته ايه؟ 2 نيوتن ثانيه على متر، يبقى ده دمبر، هيبقى قيمته 2 عندي اس، واحط 2 في دايره ما تنساش. اروح بعد كده لمين؟ سبرنج. السبرنج ده برضو بيتاثر باكس 2، اروح حاطط هنا 5، واحط 2 في دايره عاليه. نروح للقوه اللي بتاثر عند اكس 2، في اي قوه بتاثر عند اكس 2؟ بص على الرسم، الاف، شايف الاف اهي عند اكس 2، يبقى ادي اف كابيتال اوف اس. نرجع تاني معادله او اكس 2 في معادله اكس 1، مين اللي بيتاثر باكس 1 واكس 2؟ بص على الرسم، مين الكومبوننت اللي عليها 1 و2 في دايره مشتركين؟ ده السبرنج اللي هنا والدمبر اللي هنا، يبقى الدمبر هيبقى 3 اس زائد الكي عندي بتاعت سبرينج 5، هيبقى 3 اس زائد 5 اللي هو ده المشتركين. مباشره القوس ده بيتكرر هنا عندي، يبقى انا كده حصلت على المعادلات. خلي بالك ما حدش يقول لي الفريكشن مشترك عشان نفس السطح، لا، الكتله دي حركتها على السطح بتولد فريكشن خاص بيها. يبقى اكس 1 عندها فريكشن مع السطح، اكس 2 عندها فريكشن مع السطح، ده خاص بيها مش مشترك بين الاثنين، مفيش اي اشتراك بين الاثنين في الفريكشن بتاع السطح، تمام؟ بعد ما انا حصلت على المعادلات، هو عايز اكس 1 على اف، يبقى اجيب دي المحدده تحت، اجي هنا المحدده اعمل لها نسخه فوق، اجي العمود الاول، العمود الاول اشيله واحط العناصر ناحيه اليمين، يبقى العناصر ناحيه اليمين حطيتها اهي، ابتدي افك المحدده عادي زي ما اتعلمنا. بعد ما افكها هنلقى دايما الاف مضروبه في القوس وليست مجموعه، الاف دايما او دايما ترانسفير فانكشن دي هتطلع بالموجب، هو عايز اكس 1 كابيتال على اف كابيتال، هي ترانسفير فانكشن. اعمل ايه؟ يبقى اسحب الاف في المقام، يفضل الباقي هو ترانسفير فانكشن، ده المطلوب. يلا تاني هنعيد المساله بالطريقه التانيه، هتبقى طريقه لذيذه وسهله. الطريقه التانيه ان انا بحط متغيرات او رموز على الرسم، يعني الكتله احطها لها ام 1، الكتله الثانيه احط لها ام 2، انت هتفرض عندك الرموز، طب هو اوتوماتيك مديك الرموز او طبيعي؟ يبقى ما افرضش، هي استخدم الرموز اللي هو مديها لي. يبقى اعمل ايه؟ اروح اعمل المعادلات بتاعتي زي ما انا قلنا، القطر دايما الاقواس بتبقى موجبه اهو، وعندي الباقي بيبقى بالسالب. اجي هنا اكس 1 في معادله اكس 1، مين اللي بيتاثر باكس 1؟ بص على الرسمه وما احطش 1 في دايره، بس احط بالرموز وليست بالقيم. عندي اللي بيتاثر ام 1، يبقى ام 1 اس تربيع، دي الكتله. الدمبر اللي هنا هيبقى اف في 2 اس، الفريكشن اللي هنا هيبقى اف في 1 اس، ومعايا كمان السبرنج ده والسبرنج ده، هيبقى كي 1 وكي 2. تبقى المعادله بالشكل اللي انت شايفها كده في الرموز زي ما هي، احطها بالرموز بتاعتها. اجي هنا، هل في قوه بتاثر عند اكس 1؟ لا، يبقى هنا بزيرو. اجي اكس 2 في معادله اكس 2، مين الامبيدنس اللي بتتاثر باكس 2؟ بص على الرسم، يبقى عندي ام 2 تبقى ام 2 اس تربيع، معايا الدمبر اللي هنا يبقى اف في 2 اس، ومعايا الفريكشن بين الكتله والسطح يبقى اف في 3 اس، ومعايا السبرنج ده بس كي 2 زي ما انتم شايفين كده، وما تنساش الفريكشن زي ما قلنا. رحت انا حاطط المعادلات زي ما هي اهي، خلاص مهمه الرسم هنا انتهت. ابص المعادلتين دول اشوف مين المقرر، ام 1 اس تربيع، ام 2 اس تربيع، ما ينفعش تقول لي دي مقرره غلط، الام غير الام. مين المقرر؟ اف 1 اف في 1 مقرره؟ لا مش مقرره. طب اف في 2 مقرره، شايفينها مقرره اهي. ومعايا ايه تاني؟ الكي 1 مقرره؟ لا، الكي 2 هي اللي مقرره، تمام. في البدايه انا نسيت هنا الطرف اليمين قبل ما احطه بتاع القوه اللي هو مين؟ اف، يبقى الاف اللي بتاثر عند اكس 2. مين المقرر زي ما قلنا؟ ركز معايا كده، اف في 2 اهي، ومعايا كمان ايه؟ كي 2، كي 2 مقرر. يبقى اجي احطها جوه القوس واجي اكررها جوه القوس تاني تحت. الموضوع سهل زي ما انت شايف، مش محتاج الرسم. بعد ما انا حصلت على المعادلات دي اشيل القيم او الرموز دي واحط القيم المناظره ليها من على الرسم، تطلع المعادلات تديني نفس المعادلات اللي فاتت، حلها بالدلتا او بكرامر. الرسم اللي قدامك ده نفس الرسمه اللي فاتت، اللي زاد عندي سبرنج هنا، شايفين السبرنج ده؟ ده اللي زاد عندي في المساله، برضه هنحلها بسرعه. ده
بس انا احلها بالطريقه الثانيه. بس هو طالب اكس 2 على اف، فين اكس 2؟ اهي دي اكس 2. طب هل فعلا في اكس 1 واكس 2 بس في الرسم؟ تعال نفترض الازاحات مش موجوده، نعمل تشيك. هنا في ازاحه زيرو، هتعدل سبلينج جاب، عندك ازاحه اسمها اكس 1، الازاحه قبل الكتله بتساوي بعد، بتساوي بعد مهما عدد البرانشات كان التوازي يبقى نفس الازاحه، يبقى كل البرانشات اللي هنا يبقوا نفس الازاحه اكس 1، هي نفس الازاحه الكتله اكس 1. هنرجع تاني هنا، هنعدي الدمبر، هيبقى عندي هنا اكس 2، ازاحه الكتله قبل تساوي بعد، يبقى اكس 2 تساوي ازاحه الكتله، يبقى مباشره هنا هيبقى اكس 2 لان البرانشات دي توازي وهتبقى قبل الكتله، وطول ما في فرع اكس 2 يبقى اللي تحت منه اكس 2. هنروح للسبرنج اللي هنا، سبرنج طرف اكس 2 يبقى الطرف النهايه، اوعى تقول اكس 3، لا ده حائل ما تنساش، الحائل اللي عنده الازاحه بزيرو. انا خدت نسخه من الرسم اهو، هو حاطط لي الرموز على الرسم مش حاطط لي قيم، تمام؟ يبقى انا هستخدم الرموز. طب لو حاطط لك قيم يبقى عندك طريقتين، تستخدم القيم وتحط معادلات مباشر او تحولها لرموز وتستخدم طريقه الرموز. انا هحلها رموز هنا، ولو هو اداني ثوابت او قيم في الاخر عوض بيها، لو ما ادانيش هسيب المعادلات زي ما هي، تمام؟ نبدا مع بعض. ادي اكس 1 واكس 2 زي ما انتم شايفين، اكس 1 في معادله اكس 1 عندي ده القوس الموجب وهنا ده القوس الموجب، وباقي الاقواس قلنا سالبه، وهو نيجي هنا اللي بيتاثر بالامبيدنس اكس 1. بص معايا كده، مين بيتاثر باكس 1؟ الكتله دي، يبقى اما 1 6 اربع زائد. مين اللي بيتاثر تاني بالاكس 1؟ الدمبر ده، يبقى اف في 3 اس، ومعايا الفريكشن اللي هنا ما تنساش، بصوا كده الفريكشن اللي هنا ده، يبقى اف في 1 اس، ومعايا كمان اللي بيتاثر باكس 1 السبرنج اللي اسمه كي 1 وكي 2، يبقى دي المعادله اللي انا قلتها كلها. هل في قوه بتاثر عند اكس 1؟ بص على الرسم، اه اف اهي شايفينها، يبقى عندي اف اوف اس، وما تنساش اتجاه الازاحه لازم يبقى في نفس اتجاه القوه لازم. نيجي لاكس 2 في معادله اكس 2، يبقى ده الامبيدنس الخاصه باكس 2. نبص على الرسم، عندي الكتله يبقى ام 2 اس تربيع بتتاثر باكس 2، عندي الفريكشن هنا يبقى اف في 2 مضروب في اس، ومعايا كمان الدمبر اف في 3 اس، ومعايا السبرنج كي 2 وكي 3، يبقى دي المعادله بتاعتي النهائيه. هل في قوه بتاثر عند اكس 2؟ لا طبعا بزيرو. اجي هنا، مين المشترك بين اكس 1 واكس 2؟ ما ابصش على الرسم خلاص، ابص هنا، بص كده في المعادله دي وقارن المعادله دي، بص كده شوف المتكرر عندك، المتكرر مين؟ اللي هو هنلقى اف في 3 ده المتكرر، وعندي هنلقى كي 2، فعلا ادي اف في 3 اس مكرره، وعندي كي 2 بس اللي مكرره، مفيش اي حاجه ثانيه مكرره، احط المكرر جوه القوس هنا واحطه هنا، يبقى دي طريقه سهله زي ما انتم شايفين وبسيطه. انا حصلت على المعادلات دي، بعد ما انا حصلت على المعادلات برموزها زي ما انتم شايفين، هو عايز اكس 2 على اف، يبقى انا اقول له اكس 2 لوحدها بتساوي المحدده اللي تحت اللي هي الدلتا نفس القيم اللي هنا دي، خلي بالك باخد القيم دي او الاقواس باشارتها، شايف القوس بيتحط باشارته زي ما انتم شايفين، ما تاخدش اللي جوه القوس بس، لا القوس باشارته ويتحط زي ما هو كده. هو عايز اكس 2، يبقى انسخ المحدده دي فوق، اشيل مين؟ هشيل الكولوم الثاني، الكولوم الثاني اللي هنا في المحدده، وعوض بيه مين؟ بالقيم من ناحيه اليمين. طبعا هنا ما فكش محددات، لان انت بعد ما تضرب دي في دي مش هتعرف تضربها، هتبقى الموضوع مرهق معاك، فانت سيبها زي ما هي بالشكل ده. لكن لو هو مديني قيم، اعوض بالقيم في المعادلات الاول، بعد كده احطها في محددات، تمام؟ انا طبعا المقام ده ما ينفعش افكه لان هيبقى صعب فكه، لكن البسط افكه عادي، القوس ده كله اضربه في زيرو طار، ناقص الاف في سالب دي هيطلع دي مضروبه في الاف، اسحب الاف في المقام يديك ترانسفير فانكشن اللي عايزه، يبقى لازم محدده البسط هتخلصها لان دايما هتبقى مضروبه في زيرو، يعني في حد منها مضروب في زيرو، دي تخلصها عادي مفيش مشكله، يبقى هيبقى سالب اف مضروبه في سالب دي هتطلع بالموجب القوس، والاف سحبتها في المقام، يبقى دي ترانسفير فانكشن. خلال الفيديو انا شرحت تو ايكويشن او اثنين ديسبيسمنت ازاحتين بطريقتين مختلفتين، حل بالطريقه اللي تريحك، يا ريت تسمع الفيديو بتركيز وتفهم انا قلت ايه عشان ما نلقاش غلطات في حل المسائل، واتمنى حلقه النهارده تكون استفدتوا منها حتى لو بحاجه قليله، وشكرا جزيلا.